مونديال انفو برعايه ايفاتور. الخمسه سبعه دقائق على راديو ميد، هذه مونديال انفو. اليوم اخر ماتشوات ثلاث دور الاول في المونديال، البدايه مع المجموعه الثامنه والاخيره. زوج ماتشوات وفاو منذ قليل اخر منتخبات افريقيا وصود لتيرينغا المنتخب السنغالي، انسحب منذ قليل من المونديال بعد انهزامه بنتيجه واحد بلاش امام كولومبيا. بونتو كولومبيا الوحيد جاء من ركنيه من مدافع البارسا ياري مينا اللي حط كره بالراس في شباك السنغال في الدقيقه 74 من المباراه. في المقابل المنتخب الياباني رغم الهزيمه امام المنتخب البولوني بنتيجه واحد بلاش، بونتو بولونيا الوحيد ماركيها مدافع ساوثامبتون جاك بيدرناك في دقيقه 66 من المباراه. دونك تساوي في عدد النقاط بين المنتخب الياباني والمنتخب السنغالي. بالنسبه للزوز منتخبات عندهم اربعه نقاط، سجلوا اربعه، كل فريق سجل اربعه وقبل اربعه في المواجهات المباشره، عاملين 2-2 بين بعضهم. دونك تروازيام كريتير في لوائح الفيفا اللي هو الفير بلاي، فما مجموعه نتاع عدد نقاط تحسب اترافير قداش خديت من ورقه صفراء قداش خديت من ورقه حمراء، هذايا الفير بلاي. دونك عدى واهل المنتخب الياباني لو دوزيام تور مالوريزمون للمنتخب السنغالي. في المجموعة السابعة منتخبنا يواجه بارتير من السبعة نتاع العشية منتخب بنما في سارانسك. تشكيلة المنتخب التونسي البلبولي في حراسة المرمى، حمدي نجاز على يمين الدفاع، وسام الحديدي على اليسار، ثنائي المحور ياسين مريح ورامي البدوي، أمامهم فرجاني ساسي والياس سخيري وغايلان الشعلالي، ثلاثي الهجوم فخر الدين بن يوسف نعيم السليتي ووهبي الخزري. فاروق بن وصفه دونك كيما تعرفوا الناس الكل باش يكون هو رغم الاصابه الدوزيام جارديان باش يكون موجود على البنك، باعتبار ان الفيفا رفضت تاهيل الحارس اللي التحق مؤخرا معز بن شريفيه. مع السبعة زاد زوج منتخبات متأهلة في مجموعة منتخبنا، المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب البلجيكي. دونك لانجلتير وبلجيكا باش يواجهوا في الدورة الثمن النهائية إما منتخبات اليابان أو المنتخب بالنسبة لليابان اللي تأهل منذ قليل، أو المنتخب اللي تعادل الأول هو المنتخب الكولومبي. كانت هذه مونديال انفو، ملتقانا بعد اقل من ساعه من توا في بلاتو سبيسيال من 6 حتى للعشرة متاع الليل. باش يرافقني كل من حميده القمبري وكمال الخميري في التحليل الفني بمناسبه مباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بنما. هذا اشرف ستيري، باي باي. مونديال انفو برعايه ايفاتور.